حالي بشركة بوج. اليوم جايبين لكم عرض مميز، طبعا عرض في منطقة أكشكلي التابعة لحي أكشباك. طبعا ما يحتاج أتكلم، مثل ما أنت شايفين هذه الإطلالة الجميلة، إطلالة على البحر. طبعا بنعرض لكم فيلا مساحة الأرض فيها 730 متر مربع، طبعا مساحة الفيلا 315 متر مربع. الفيلا عبارة عن قسمين، عندنا القسم الأول اللي هو الدور الأرضي البدروم، طبعا أقصد بدروم يعني الدور الأرضي، لها أيضا إطلالة خفيفة على البحر، عبارة عن مجلس فيها دورة مياه وأيضا مطبخ. هذه لها مدخل مستقل، مستقلة عن الفيلا. بعدها عندنا ثلاث أدوار، ثلاث أدوار عبارة عن 315 متر مربع، عندنا 6 غرف زائد صالتين بالإضافة إلى 8 بلكونات. طبعا أربعة من البلكونات كبيرة مثل اللي احنا موجودين فيها، وجميع البلكونات مطلة، وأربعة من البلكونات المساحات فيها أصغر شوي. تقريبا عندنا 4 دورات مياه، وعندنا مطبخ داخل الفيلا. عمر الفيلا سنتين تقريبا، وهي جديدة غير مستخدمة. راح نصور لكم الطوابق بشكل تفصيلي مع الأرض. طبعا ميزتها أنه الواجهة الأمامية إطلالة مباشرة على البحر، ومثل ما أنتم شايفين عندنا هل الشاطئ الجميل تابع لشركة خاصة تقوم بتشغيل الشاطئ. مثل ما أنتم شايفين هذا الشاطئ، طبعا فيها جلسات عائلية، فيها كافي ومطعم مميز، بالإضافة إلى المنطقة هذه اللي على اليسار. هذا الشاطئ تابع للدولة، الدولة تقوم بتنظيفها وتجهيزها للسباحة. راح نشوفها الآن بشكل تفصيلي الفيلا، خلوكم معنا. احنا الآن في المنطقة الخارجية للفيلا، زي ما انتم شايفين مساحة الأرض تبدأ من هنا. المنطقة هذه نقدر نحط فيها جراج للسيارات، يعني يسع تقريبا إلى 3 سيارات. المنطقة هذه تقريبا 400 متر مربع مساحة، نقدر نحط فيها أشجار، فواكه، نقدر نزرعها بأي حاجة، نقدر نستخدمها كألعاب أطفال بالشيء اللي نرغبه. المساحة الأمامية تقريبا 200 متر مربع، بالإضافة إلى ذلك عندنا مساحة البناء 100 متر مربع. تعالوا نشوف المساحة الأمامية. المساحة الأمامية اللي انت شايفينها هذه تقريبا 200 متر مربع، برضو زي ما قلنا المساحة الخلفية نقدر نزرع فيها، نقدر نحط هنا برضو أشجار أشجار فواكه أو أي أشجار نقدر نرغبه، أو نستخدمه كمسبح مثلا حسب اختيار المالك. بالإضافة إلى ذلك الدور الأرضي زي ما قلنا لكم دور مستقل، تقريبا في صالة ومطبخ صغير ودورة مياه. تعالوا نلقي نظرة على الدور الأرضي. زي ما انتم شايفين المساحة هذه كلها مساحة صالة، الصالة مفتوحة على المطبخ، يعني مطبخ أمريكي مفتوح على الصالة، موجود فيه تقريبا أجهزة الكهربائية متكاملة، فيها دورة مياه. الدور هذا دور مستقل ومدخله مستقل أيضا. نطلع نشوف تفاصيل الدور الثاني. هذا المدخل الرئيسي للفيلا، قبل شوية كنا في الدور الأرضي، هذا المدخل الرئيسي للفيلا. من هنا المدخل العام للفيلا. يميننا يكون المطبخ، المطبخ هذا تابع للدور الأول. الدوري راكبة وجاهزة، شيء جميل وفخم ما شاء الله تبارك الله. بجوار المطبخ عندنا دورة مياه تابعة للدور هذا، وعندنا الصالة هذه. الفيلا جديدة ما تسكنت، زي ما انتم شايفين لسه الأثاث مقرطص زي ما هو، ديكورات سقفية بإنارات سبوت لايت. الواجهة الأمامية بحرية وإطلالة أيضا على الحديقة التابعة للفيلا، لها بلكونة تابعة لها. البلكونة أيضا إطلالة رائعة على البحر، ومساحة البلكونة ما شاء الله مساحة جيدة، تقريبا مترين في 6 أمتار، يعني تقريبا 12 متر مربع. نطلع مع بعض على الدور الثاني. وصلنا الدور هذا، يميننا أول ما نجي عندنا غرفة أولى. الغرفة هذه أيضا إطلالتها الواجهة بحرية، شيء جميل ما شاء الله تبارك الله، ولها بلكونة تابع لها. الإطلالة
لحالها بتتكلم بطلالة ولا أروع. بلكونة مساحتها جيدة ما شاء الله تبارك الله. تعالوا نشوف التفاصيل الباقية. بجوار الصالة هذه أول غرفة، في غرفة ثانية مساحتها جيدة. عندنا هنا دورة مياه وانتم بكرامة، وعندنا هنا غرفة موجود فيها دورة مياه بالإضافة إلى بلكونة خاصة فيها. البلكونة هذه إطلالتها، البلكونة هذه مساحتها جيدة ما شاء الله، إطلالتها نقدر نقول على الحديقة الخلفية التابعة للفيلا. وعندنا إطلالة جزئية من الأمام على البحر. نقدر نقول أن الدور هذا تقريبا عندنا ثلاث غرف بثلاث بلكونات، ودورة مياه تابعة للدور هذا، ودورة مياه خاصة بغرفة النوم الرئيسية. نطلع على الدور الثاني. الدور هذا كمان يميننا دورة مياه بمروش وكلوزت ومغسلة، يعني دورة مياه متكاملة. في غرفة صغيرة هنا نقدر نخليها مثلا غرفة نوم، لها تراس خيالي، تراس روعة، شيء ولا أجمل. عندنا الحديقة هذه أو نقدر نقول عنها مطعم أو ماربيلا تابعة برضو، يعني نقدر ننزل على البحر عن طريق الكافي أو المطعم أو الطريق خاص فيها. تراس كبير ما شاء الله تبارك الله، جيد ما شاء الله. الغرف كلها لها تمديدات خاصة بالتدفئة المركزية، بس لسه ما تركبت، يعني لسه الفيلا جديدة. بجوار الغرفة هذه عندنا غرفة كبيرة لها بلكونتين، بلكونة جانبية وبلكونة خلفية. البلكونة الخلفية هذه كمان إطلالتها على الحديقة الخلفية. بجوار الغرفة هذه الغرفة الثالثة لها دورة مياه خاصة فيها وبلكونة صغيرة. البلكونة الخلفية هذه أيضا إطلالتها على الحديقة الخارجية. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.